مع ارتفاع درجات حرارة الشمس في فصل الصيف وممارسة الأنشطة الخارجية، تزداد حالات الإجهاد الحراري والمشاكل المصاحبة له. للتعرف أكثر على الأسباب والأعراض وطرق الوقاية من الإجهاد الحراري، نتابع التقرير التالي. بسبب تغير المناخ في جميع أقاليم العالم، ارتفعت حالات الإجهاد الحراري، والذي يحدث نتيجة وجود ثلاثة عوامل رئيسية، وهي التعرض لدرجات حرارة مرتفعة، وأجواء ذات رطوبة عالية، وعمل مجهود بدني شاق خلال فترات الظهيرة. الإجهاد الحراري هو حالة تحدث للجسم عندما يتعرض لارتفاع في درجات الحرارة، وخصوصاً لما تكون هذه الحرارة مصحوبة بارتفاع في نسبة الرطوبة، أو عندما يقوم الشخص بمجهود بدني شاق أو تمارين رياضية لفترة طويلة. طبعاً تتفاوت الأمراض المرتبطة بارتفاع في درجة الحرارة من تقلصات حرارية وهي أخفها، وصولاً إلى الإجهاد الحراري، ومن ثم الأشد خطورة اللي هو ضربات الشمس التي قد تؤدي إلى الوفاة لا سمح الله إذا لم يتم علاجها بالشكل المطلوب. أعراض الإجهاد الحراري تتفاوت، وهي الشعور بالتعب، الخمول، يحس بتسارع في دقات القلب، هبوط في ضغط الدم، وأيضا بالتقلصات الحرارية المؤلمة. حرارة وأشعة الشمس من أبرز الأسباب التي تؤدي للإجهاد الحراري والتغيير في الوظائف الحيوية للجسم، والبشرة ليست مستثناة من ذلك. ومن هنا سنتعرف على أبرز الأسباب وطرق الوقاية خلال فصل الصيف. إحنا إذا بنتكلم عن أشعة الشمس، معناتها لازم نتكلم عن ثلاث أنواع فيها: الضوء اللي هو النور اللي إحنا نشوفه وهذا موجود طول ما في شمس، والأشعة فوق البنفسجية وهذه اللي تأثر في جسم الإنسان وفي البشرة، ورقم ثلاثة فوق الحمراء أو تحت الحمراء وهذه اللي تسوي التغيرات الدي ان اي. اول شيء وابسط شيء بتلاحظونه هي الحروق. الحروق معناته نحس بحراره بشد في البشره، وحتى ممكن قشور. ثاني شيء يصير على المدى شويه الطويل، ان نبدي نشوف تغير في التصبغات الموجوده في الجلد. ويمكن تفادي هذه الاعراض من خلال عده اجراءات بسيطه تحافظ على الصحه العامه. ممكن الواحد يقي نفسه من خلال الابتعاد عن أشعة الشمس في أشد ساعات اليوم حرا، بالذات من 12 الظهر إلى 3 العصر. ثاني خطوة هي لبس الملابس الفضفاضة الواسعة الخفيفة خلال فصل الصيف، بالإضافة إلى شرب كميات وافرة من الماء، والوقاية من أشعة الشمس من خلال لبس القبعات، النظارة الشمسية، ووضع واقي الشمس، وإعادة تكراره كل ساعتين. الوقاية خير من العلاج، فيجب علينا الإلمام بكافة الطرق الوقائية للمحافظة على صحتنا في جميع الفصول. شوق العثمان لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.